خير متابعي طقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور. هتسجل درجات الحرارة 28 درجة مئوية، الملموسة 26، الرطوبة منخفضة والرياح خفيفة السرعة بالمجمل. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة. نبدأها شمالا، سكاكا 41 ل 27، نفس الحرارات في عرعر، تبوك، فرصة لزخات رعدية من الأمطار 38 إلى 25. بالنسبة للمنطقة الغربية، مدينة جدة طقس صافي 40 إلى 29، المدينة المنورة 40 إلى 28، مكة المكرمة 39 إلى 29، الطائف 30 إلى 21 مع فرصة لزخات رعدية من الأمطار. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة، زخات رعدية من الأمطار 26 إلى 20 درجة، أبها 26 إلى 18، وجازان 34 إلى 32. المنطقة الشرقية، الدمام 43 إلى 26، الإحساء 43 إلى 27، حفر الباطن طقس مغبر 42 إلى 27. أما بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 41 إلى 27، بريدة 38 عفوا إلى 22، وحائل 36 إلى 24. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.